والله احنا نطالب يعني فتح الحدود السوريه من المنفذ الوليد. زين هسه نطلع منها علي بكمال يعني مسافه كلش بعيده. زين. نعاني من عندها فرق 6 ساعات. زين. وطريق من هنا بعيد ومكسر. نطالب بس من يمر المنفذ الوليد مو هو؟ المنفذ تنف، تنف العراق. سادي زين. سادي قاعد لا هو على باب الله خطنا. زين بس سؤال. اذا كل هالمعلومات عندك ايش ما تسولفها؟ انا ما اسولف. اذا ما سولفت ما ادري. هي لا قنديه. ارد اعيش. زين. ارد اعيش. الله نعاني من عندنا نطالب يعني المسؤولين جهات اي مسؤول عراقي نطالبه بهذه الخطوه يعني سهل امرنا. هذا مفتوح المنفذ، ايش قد الوقت؟ الفرق ان هذا الطريق 6 ساعات 7. يعني حتى يصرف لنا بالوقود مال البنزين بالتعب بالسهر. يعني اطلع من هنا انا ما يقارب الطريق يصير 17 ساعه 16 ساعه، لا من هنا يصير 9 ساعات 10. 9 ساعات 10؟ اي يعني حتى ما اخلي سكن وياي. ليش؟ من وراء التعب يعني اطلع من هنا على حصيبي على القائم ومن هناك على البكمال يعني ومن هناك ادق 9 ساعات انه بطريق مكسر. 12 ساعه؟ لا 9. 9 من عدد الاستراحات. كلكم مأذيكم هذا الطريق؟ كنا مأذين اي. انتوا طريق هذا؟ طريق القائم يربط على البكمال منفذ البكمال. هذا المفروض يفتحونه مال التنف مال الوليد. زين. ايه نطالب من الجهات المعنيه. وضع الجراج شلونه؟ وضع الجراج زين الحمد لله. زفت؟ اي والله زفت الجراج. ليش؟